السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد في قناة أمل كيتشن. اليوم غادي نوجدو الجزء الثاني من الوصفة ديالنا صفوف أو سلو أو كما كنقولو حنايا بالمكناسية الزميطة، وغادي نشوفو المقادير. عندي هنايا كيلو ديال الدقيق محمص في الفرن، وراني ديجا حطيت الجزء الأول كيفاش درت لها. هنايا نصف كيلو ديال اللوز محمص في الفرن كذلك، نصف كيلو ديال الزنجلان انا حمصته غير شويه باش ما يعطيش ديك الريحه الحراق. هنايا عندي السكر، عندي ربع او 250 غرام ديال السكر الثقيل. عندي هنايا كاس ديال الزبده ذوبتها وغادي نخليها تبرد، وغادي نحيد لهذاك القشره الفوقانيه هي اللي كتعطينا المروره في الزميطه. وعندي هنا معلقه كبيره ديال القرفه، عندي المسكه الحره شويه ديال المسكه الحره، عندي هنا النافع معلقه كبيره ديال النافع، معلقه كبيره ديال حبه حلاوه، وهما كذلك محمصين. عندي هنا الجوزه، غادي نحك شويه ديال الجوزه، وبالنسبه للوز والزنجلان غادي نطحنهم، وكذلك النافع وحبه حلاوه. عندي هنايا نص معلقه ديال الملح، غادي نستعمل جوج كيسان ديال زيت الزيتون، وثلاثه ديال المعالق كبار ديال العسل. وهنا عندي اللوز محمر للتزيين. وهنا كنخلطوا العناصر الجافه ديالنا في قصريه او تبصيل، كنوضعوا الطحين او الدقيق اللي محمص، وانا غادي نحط لكم الرابط باش تشوفوا كيفاش صاغبت انا الطحين في الدار. وغادي نزيد له اللوز المطحون والزنجلان، وانا ما كان بالنسبه للوز انا ما حمرتوش ما قشرتوش، كاين الناس اللي يحمر يسلقوه او كيوضعوا عليه الماء سخون وكيحيدوا القشره ويسلقوه وكيحمروه كينشفوه كيحمروه. انا وضعته في الفران وحمصته وطحنته، ونزيد له المسكه الحره والنافع وحبه حلاوه اللي انا ديجا طحنتهم حتى هما بجوج، وكذلك حتى هما كنت حمرتهم في المقله شويه سهتهم. نوضع الملح في هذه المرحله، كنوضع جميع العناصر الجافه، غادي نحك شويه ديال الجوزه، وغادي نزيدو معلقه كبيره من القرفه والسكر الثقيل على حسب الذوق. انا بالنسبه ليا كنوضع شويه بشويه حتى نشوف المذاق ديال السلو اللي انا باغيه. وغادي نخلطوا العناصر الجافه مع بعضياتها حتى نحصلوا على خليط متجانس.
وغادي نضيفوا الزبده المذابه والزيت البلديه شويه بشويه. انا كنوضع كل شيء شويه بشويه تنشوف انا داك الخليط اللي انا باغيه ما هو ناشف ما هو نزيد. وغادي نزيدو له العسل وغادي نخلطو. حنا كنعجنو بحال كنعجنو العجينه. وبنفس الوقت انا هنا ديجا كنشوف المذاق واش خصني نزيد السكر ثقيل. زدت له شويه وعجنته عاوتاني وعجنت الخليط ديالي. كيبقى لي الا نحطها انا باش نسالي بالعجن. غادي نحطها في كونتينر واحد السطل اللي كنحتفظوا به كنخليوه وكتبقى مده طويله. او انا غادي نوريكم الطريقه اللي انا كنزين بها الصفوف او السلو ديالي. كنضيف له كنحطها بطريقه اللي عجبتكم او بحال الطريقه هذه اللي انا درت هنا دابا. وكنزينها باللوز المقلي وبالصحه والراحه. وكنتمنى ان الوصفه ديال اليوم عجبتكم وان شاء الله نلقاكم في الفيديو الثاني او الحلقه الثانيه من سلسلة ديال رمضان وصفات رمضان ان شاء الله. وشكرا بزاف على المشاهدة وكنشكركم بزاف ونشوفكم ان شاء الله في الحلقة القادمة. السلام عليكم.